إذن قضية الإيمان نوضو بردا، معرفة الحق بقضية عقلية على شرط أن يكون العقل موجها توجيها صحيحا، عقله موجه تمام بلدو بحقته تمام، ما دمت بلدو حقته إذن اعتراف إتو بحقته، ما دمت اعتراف إتو حق المغنى إذن تسليمته أمر وزنا، إذن الإيمان نادى معرفة الحق مع إرادة جازمة، يعني حق بلدو وننصر استادغو وحقته، چونكن هر إنسان بير زر عقل وارس وزن ده يلان استمز دغرن استر باطل استمز حق استر حق استمخ كسان بلدو بحقته، إذن استسن وزنه وجزم الإرادة يعني قطع الإرادة قطع استادغو قطعته من بني استرم نايتن چونك ملت حبس دير بو تمام ده، بل هناك سند أدلة جالة كي إند جال غزنا كي ولو دعيوت بس أدلة استعمال يدم تشوف حبوا المسلمان حبوا مزن إيمان مزور أنه الله موجود وبيغمبر مرسل من قبل الله سبحانه تبارك وتعالى، لكن من استلم وان استلم دي لا إله إلا الله يا أنه سن بلدو بقضية حقته، يعني وهو أن الله موجود واعترافته الله موجود وننصر استادغوه ربطته الله استماغنا أن تريد ما يريده الله وأن ترفض ما يرفضه الله سبحانه تبارك وتعالى، وهو ما جاء فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني سندي سمانم إيمان موار جربوس سندا أولا بلسان الله حقتها، إذا ما دم بلدو الله حقت إذا جر استدغو الله وصل، أما سمانم سندي سمانم إيمان موار الله لكن جردغو أسباب هيت بس الله عندي دغداج مثلا ما احترامي ما احترامي خانم ديري من مسلمان من عمره إذا جيت مشان بل بش عمره أعطى عمره إذا جيدب من حتى إذا جيت مشان إيه باشتن جوزارنا جل طاعتي زوجنا شش شباب أولو بالنده جل طاعتي أولادا بير أولاد صالح أهلنا تخميبت نايتسن 24 ساعة جردغ أسباب هيت برسي بزم يوخ ديني بل ملتين أسبابه داجي بابا من إند دينيني قوي بيانا بزم أز ملتمزين جريشي وار أز ملتمزين جريشي وار جير أز ملتمزين أو جزال عزيالر أو جزال بلوزلر أو جزال أسبابلر يورب قبل يتخ ما نمتن جردغي بانتور يعني يردغي ير شهوة الله زنن جردغي تكاد والله بحرية يواش الحرية تعني التصرف ضمن حدود العقل دون أن تتعدى على رأي الآخر. حرية أوداجي سن أوز استادغوي ده سن. حرية أودت تبالي سن ضمن حدود القانون الإلهي والعقل ودون أن تتعدى على حدود الآخرين. والله من حرياتهم حرية من دمو حرية داجي وإنما بنادي لرمجون. سن دي سن من مسلمان أهلا وسهلا ما دم دي سن من مسلمان إذن محمد رسول الله سن إيمان يدب سن ما دم دي سن من إيمان يتمشم إذن أينما نن إيمان ناد معناسه إيمان معناسه معرفة الحق حق بلدو وننصر معناك بلدو بحقته استيا سنوزنه لأنه سن بلسان بحقته استام سنوزنه معناسه سن استامرم غلط جيدم سن بلسان بدوز يولده بلسان بحقته استام سنوزن معنى سنسن أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد الله إذ بس أفلا تذكرون بس نخش جاتر الله سبحانه تبارك وتعالى بيبا ندري هواي نفسنا تابعوا لبته بالمقابل الله أفندم ندري لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به كيف سدما سلم مؤمنا إلا ما نم أمر ما تابع عيسى بدليل قوله تعالى بحديث ده أفضل التصديق الترزنة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم كيف سدما سلم مؤمنا إلا رسول الله تحكم در أمرنا أي رسول الله ديب سنة سترجير رسول الله خزلار سترجير أي تطور إنت بلاد إذا سن
ندين أوامرنا تابع سن وانا ملة أوامرنا تابع سن تشي بزم ملة بس çerçük kaybet çerçümen diyeyim bas. Çerçükte olduğu ahlakiyet, olduğu iman, olduğu takva, olduğu aslan erkekler törüyüp hiçbir muhafazada törmeyipti. Ben yok çerçük tafzil ederim o birisilerin üzerine. Kocalarımızı alacağın hepsi büyük ulemeler, büyük evliyeler, büyük meşayihler, büyük meştebler. Her birisi bir meştebiydiler. Ben demirim kadyo 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 gir dememsem girme. Gir, istediğiniz gibi girsen gir, gir onlara şey olmasın, gir. Bir bluz dağıtıp üzerine, ondan sonra yüzünü doldurup da fırçaydan boyaktan, ondan sonra bazı çıksın. Bir leçek atıp başına, o da leçek etse ne dedi? Model, leoni, bluzuyla aziyası, bluzu, panturu, kondrası, cıntası aynı renkli atsın. Valla bu neydi? Bu setti. Aaa, bu leçek, valla ben muhaccebeyim. Ne muhaccebesi? Sen ne için dinin adına atsın? Sen dinin adına ticaret etmezler. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَيَاتِ اللّٰهِ اِسْتَمَنًا قَلِيلًا Ümmet Muhammed! Sen al din nedir sana? Din, mecmu'at-ı ahlaki. Onun için bak Abdullah bin Abbas'tan sorandılar radıyallahu anhuma. Ne dedi? وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Sordular kurban bu nedir? Buyurdu ey وَاِنَّكَ لَعَلَى دِينٍ عَظِيمٍ Ey ma'na enne din nedir? Mecmu'at-ı ahlakiyyat. مجموعة أدبيات مجموعة من مسألة ترى مسألة من كسكنة مسألة ولا من بعض الخلاصين عاد زولر منا بس ده أفندم ده النص حديث ورواه مسلم لا تسب الدهر زمانة سجمة لأن من أسماء الله الدهر أو بأن الله هو مقلب الزمن يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل تمام إذن مقلب الزمن والدور كمدي دهنسا سندسا فلج آلو قرنصن يازدغو يازيدا يلا سسبك ملاور فلج جوزو چورصن يعني سنشبك ولو من بلن شاعر كان قصده داجي الله قصده الله داجي لكن بخ بكرة يعني بخ وزغ والمغ مع بعض مصطلحات الأرور بز استعمال يدري غزني بز ولو مع احترامي من متأكدا شاعرين قصة الله داجي لكن المصطلح يمس العقيدة فلج قالوا قرصين يزغوا يزيدا أيدي فلج سنديسا والله فلج يعني كون داغ يازي يزبيلي يير يازي يزبيلي بكم دي يازن يزان رب العزة والدليل قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إذا سن ما ننسي جاتر ما جنان ولا الصومري لردا أرواد الله يدار در هاي ما نم اللهم بيرده لا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من الظالمين فتكون من الكافرين ومن لم يحكم بما أمر الله أو بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أمر الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون لذلك قال العلماء الإيمان شطران شطر يسمى بالإيمان تصديق وشطر يسمى الكفر والفسق والظلمة وقالوا العصيان إذن كل أمر يخالف العقيدة التي تقول بأن الحق هو الله ولم يطلب بأساً بعدما بلدوا حق الله ondan sonra جرى استياساً كمي الله معرفة الحق ثم طلب الحق ثم الاعتراف بالحق سن بلدوا الحق تبغير إذن معقول دي سن بلسن بيول دوز دي İstemiyesen özün, biz ne diyarız? Yani çorsan. İşte bu da düz yoldu bu. Onun için nedir bak? Kullu kanun, kullu nizam, yezul illa kanun Allah. Ne için? Liannel kanunel vaz'i. Ki beşer kurup, özü malum Cenab-ı Uz'du. Kanun, bizde devlette ne var? Üç cihe var. El-cihe teşri'iyye, vel-cihe tenfiziyye, vel-cihe kadaiyye. Diğer teşri'iye ne der? Kavanin teşri eder. Tamam yoksa yok. Rahmet ve lüze bir sual sorarım. Hep bu uzdan. Ve bütün aleme işitsin bunu.
ne kadar kavanin vardı evvelden sen ne olmuştun indi hapse atıldı. Selam olun, ben istemrama duyarım. Nanda kavanin var idi. Hükümetler nasıl hükümet galip Irak'a? Her hükümetin zamanında kavanin var idi. O geldi bunu sildi, bu bir kanunu koydu. O geldi onu sildi, bunu koydu. Gör ne uzak gitsen, memlekette müdür murur geldi, murur murur. Bazen müdür murur aklı kesti, bu yolu kestiler, bu yolu açtılar. Bazen ayrı bir müdür murur geldi, bu yolu bakladı, bunu açtı. Görüyorsun memleketi özümüz. Tamam. Bel meşteb müdürü, bel müsteşfe müdürü. Yani her insan geldi, çünkü bak, Allah Subhanahu ve Tebareke ve Teala bunu muallimler bilirler iyi. Her insanda furuk ferdiye var. Yani hepimiz bir müstevede değiller akılda. Nisbeti zeka muhteliftir bizde. Nisbeti akıl muhteliftir bizde. Lianne buna ahya müderrisler bilirler menden iyi. Ennehu haleti zeka fil insan khadi'ti neye? Virasa kemmiyeye. Adam var gabidi. Adam var mutavasıtıl gabati. Adam var zekidi. Adam var mutavasıtıl zekati. Onun için biz müderrise ne diyardık? Üstad bir kere şerh ettik, bir kere de şerh ilacıyla. Talebe var, şerh okur, yalla aynar. Özümüz biz talebeydik. Bazı mevzu vardı, bir kere okurduk uzun, ezberlerdik uzun. Bazı kere beş şerh okurduk uzun, yalla ezberlerdik uzun. Özü bir sen beşer fikir meşgul oldu bazı kere, fikir katır geri yere, meşgul. Mühim yani, müstaviyat-ı zeka muhtelifti. Ve lemme müstaviyat-ı zeka muhtelifti, izen müstaviyat-ı ilim ne olu? Muhtelif olu. İlla ma müstaviyat-ı ilim muhtelif olmağı belli, izen müstaviyat-ı idrak ne oldu? Muhtelif oldu. Lemme müstaviyat-ı idrak muhtelif olmağı belli, olabilir bir şeyde sen zevk alsan ben almam. Ben zevk alayım sen almasan. Bu kuryat sevar, o mağni sevar, o musika sevar, o Kur'an okumak sevar, o din sevar, o mesela gezmek sevar, o Hazreti Mesih'in çok yazıya. Allah Subhanahu Tebareke ve Teala cealekum halaife fil arz. Cealnakum şuuban ve kabail. Allah vezdiri. Kâle inni hâlukum beşeren min tîn. بل جاء في حديث صحيح أفندم الزن أنه إن الله قبض قبضة من الأرض وخلق من هذا القبضة من تراب الأرض الأحمر والأبيض والأسود والخراب أيب زكي مختلف وبعلمية ده وراثة ده مثبت. تزوج رجل أسود العينين من امرأة سوداء العينين فأنجبها طفلا أسود العينين. Ama bakarsan nenenin gözü kara, babanın gözü kara, uşak çıktı gözü yeşil. Neydi? Altıncı kocalarının gözü yeşiliymiş. Bu var etti vilasada. Ama bakarsan hepsi uzundular, bir uşak çıktı üç tane boy küledi. Neydi? Memleketinci kocası. Onun için Sübhane Tebareke ve Teala Hazreti Kıssat Musa ile Hızır'da gelendeler köye, duvarı yapanda ne dedi? وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Yedinci kocaları iyi adamıymış. O yedinin sebebine o yetimlere Hazreti Hızır'a dedi, yet yetimlerin duvarını yapacaksın. Yok benim için sen yetsen yetimler şapalık altına alırsan. Valla ne de hatta mallarını yesene işitsiler. Al durlara yardım. Sen bu mevzuları benim için konuşacaksın. Ya benim çatıpsa valla. Valla ben. Atma. Bizde el kul ecma'u min Adem ila Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve ila en tekumel kıyame enne halikal kaun huvallah. وأن الألوهية لله وبما أن الألوهية لله وبما أنه هو الحق وبما أن أوز حقته وبما أن صفات كمال ده وبما أن أفعال كمال ده إذن لا يصدر منه إلا ما كان كاملا وصحيحا ونتبخ ننزع أنبياء جندارب تحدى إدارم بردنا ديسن فلان بيغمبر ده عيب واريده ننزع أنبياء جندارب حبسلوا أزبس لما أسسعوني جأفند بس نبوير فيما رواه ابن السمعاني في حديث صحيح عن رسول الله أدبني ربي فأحسن تأديبي وإذا أدبك الله حتى أزبس دي أرغب أسكرة يا مواد أدمر الزمان بلد مصائب يوقت مشكلة بلا بشير بوزن بلا بشير بوزن سلشان ده سنوال ألطون تخرى أغزن بعضنا لا دواز يسوي بيض لك لا دواز يسوي بنا بنا جورب حياتان. إذن دنيا مدرساته مشاكل يا ما أدم وار فقلق جورب أونجا قرى جون جوربتي ne derdin sorursa özünün dermanını bile. Onun için diğer derdin dermanın kimden sor? Derde düşenden.
Yok aclanan. Aclanan bilmez yaralının derdin adı. Onun için der tokun acıdan ne haberi var? Aa, onun için ben gelip mesela diyelim Firavunlar dirdiler böyle sen Allah'san. Firavun dirdi ana Rabbukumul A'la. Ben neyse Firavun Allah koyayım? Çünkü ben bilen Firavun beşerdi. Ve likavnihi beşer iden. Bravo, bravo, bravo. Onlar ki gözleri altı ala altıydı. Lemme tekaddemel umur bihim gözler zayıf oldu yoksa yok. Ha? Muhammed Ali Klay bakuzu çatsaydı 120 pavandıydı bakuzu. Hani getirir. Harda kaldı? Mene seni batallar. Al bu nazar sahabeyi kirama al gire. Hanlar. İzen el insanu bima ennehu yamut. İzen el khalaya temutu inde. Onun için bakarsan bundan 40 yıl evvel bu çareye baksaydı tüçler kara, deri yumurtaya benzeri, el peç, indi el çürüyüp, sakal bayaz olup, gözler zayıf olup, kulaklar düşüp, çifteye fılta diri, belimde valla fakaratı, ne fakaratı? Bitip ihtiyar oldu. Sen ihtiyar olmuşam. Valla ayağımda savufa ne olup, büçer. Sen ihtiyar oldum, itiraf ile cinen. Onun için Efendimiz diyordu, Allahümme inni a'udhu bike min erdelil umr. Ya Rabbi, beni ihtiyarlık kalecine salmayasan. Ya Rabbi, beni elden ayaktan, peygamber, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi beni elden ayaktan salmayasan iden bu insan çünkü muarraz ile telef akıllıydı deli oldu zenciniydi kırgın çıktı kuvvetliydi takatsız oldu gözlüydü kör oldu tehadde ederim birden ha şimdi dünyanın kabzası altındadır dünya el altındadır وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ حَكَمَ الْأَرْضَ كُلَّهَا هان سليمان أتى ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي بالملك وردم أنا بحسب إيش وغتبهم الجن والإنس واليل والياغش حبس أمرنا هان إذن بما في علم الأحياء علما مثبت به أن الأحياء بما أنها ولدت إذن إنها تموت إذن بما أن لها بداية إذن لها نهاية ما دام شيء بتمغور بشر مغور إذن بتمغور إذن بما أن الله سبحانه وتبارك وتعالى هو الحق أوليات يخطر نتأفن من الزيارة أنت الأول ولا شيء قبلك وأنت الآخر لا شيء بعدك معنى أولية أزد غير نهاية أزد فوقية أزد تحتية أزد إذن ولا يحيطون بعلمه إلا ما شاء علم من حقنا نشوف سجلان داجي إذن سبق علمه وسبقت إرادته إذن أحاط بكل شيء علمه إن كل شيء خلقناه بقدر أعطى كل شيء حق خلقه إذن معنى الله سبحانه وتبارك وتعالى غني مطلق ونسنا ديدي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ناتش ديماد هو الغني الغفور ناتش ديماد هو الغني القوي ديدي هو الغني الحميد معناه معنى الله إنزين جنغه أي تأسج الماس يعني محتاج داج برايا لأن برا نوز خلق يدب محتاج داج إيواء لأن يوز خلق يدب محتاج داج قوة لأن قوة توز خلق يدب إذن سنو وما بكم من نعمة كلها مخلوقة وبما أنها مخلوقة إذن تسير إلى العدم إذن معنى سن الله لغاء الورمسة تشكي بردن أسأل الله والصن أبد الأبدين إذا ريتسن وبما أن الله سبحانه وتبارك وتعالى يملك القوة الأزلية وأوز مالك الملك وأوز دوام الديمومة إذن أوز الإله الحق Yoktu daha bu Somari'de filan Allah idi. Akedilerin filan Allah'ları idi. Bu Hammurabi beledi yerdi. Lemma ca'a Rasulullah nesaha bi şeriatihi cemi'i şerai'a. Onun için dini. Kullul halaiqi yahta illa Muhammed. Rasulullah ne için? Leannehu ma'sumdu. Vel enbiya'u kulluhum ma'sumun. من دون آدم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نايت لأنه الله إدارة درزلنا الله توجيه درزلنا